للصائمين موائد في شهرهم، تزكو بخلق ينتهي لنبيهم، من نفعه غرفوا مكارم جمة، تسمو بهم نحو الرضا من ربهم. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر هداي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم تجتمعون على مائدة إفطاركم في عشية اليوم 25 من رمضان المبارك. في يوم من الأيام كانت طفلة تبيع المناديل في الطرقات كعادتها، فوجدت امرأة حزينة تبكي بشدة، فتعاطفت الطفلة معها وابتسمت لها ببراءة وقدمت لها منديلا. فابتسمت المرأة من ابتسامة وبراءة الطفلة، وحين وضعت يدها في حقيبتها لتعطي ثمن المنديل للطفلة لم تجدها، فقد ذهبت بعيدا. وفي لحظتها قامت بإرسال رسالة لزوجها تعتذر منه على ما حدث بينهما من خلاف، ودعته لفتح صفحة جديدة مليئة بالمحبة والابتسام. كان الزوج في مطعم حين تلقى الرسالة، وتحول من حزن وغضب إلى فرحة وبهجة كادت تجعله يطير، مما جعله وهو خارج من المطعم يعطي النادل مبلغا كبيرا على غير المعتاد. فانتقلت السعادة والسرور إلى النادل، ولما انتهى النادل من عمله وخرج سعيدا بما لديه من مال وفير، وهو في طريقه وجد كالعادة امرأة عجوزا كبيرة السن تبيع الحلوى تحت حرارة الشمس، فذهب إليها مسرعا واشترى منها حلوى دون حاجة لها، ولكنه قصد أن يكرمها ببعض من المال. فابتسمت العجوز وقالت: يكفي عملا اليوم، الحمد لله على ما قدر ورزقنا الله تعالى به. وهي في طريقها إلى المنزل اشترت لحما من الجزار، ووصلت بيتها سعيدة جدا وطبخت اللحم وأعدت الطعام في انتظار حفيدتها الطفلة. أتعلم من هذه الطفلة؟ هي بائعة المناديل، عادت لجدتها فوجدتها مبتسمة. إن ابتسامة واحدة تنتقل من شخص لآخر لتعود على فاعلها بالخير الكبير. الابتسامة هي إعلان الإخاء وعربون الصفاء ورسالة الود وخطاب المحبة. الابتسامة تقع على صخرة الحقد فتذيبها، وتسقط على ركام العداوة فتزيلها. الابتسامة لغة عالمية يفهمها القاصي والداني والشرقي والغربي، ويستقبلها العربي والأعجمي، وهي وسيلة من وسائل الاتصال غير اللفظي لدى الكائن البشري. الابتسامة تحل حبل البغضاء، وتطرد وساوس الشحناء، تغسل أدران الضغينة، وتمسح جراح القطيعة. الابتسامة تحدث
في ومضة، ويبقى ذكرها دهرا، وهي المفتاح الذي يفتح أقسى القلوب، وهي العصا السحرية التي تكبت الغضب وتسري عن القلب. التبسم كما يقول علماء اللغة مبادئ الضحك، يعني بداية الضحك تبسم، وهو انبساط الوجه وبدو الأسنان من سرور النفس، وهو مختص بالإنسان وليس يوجد عند غيره. والتبسم من الأفعال السهلة البسيطة غير المكلفة وغير المجهدة، لكنها ساحرة، هذه الابتسامة في أثرها ساحرة في الناس في قلوبهم وأفئدتهم، وهي في الإسلام من المعروف الذي هو معنى لكل ما يرضي الله تعالى وكل ما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. روى أبو ذر قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه طليق، ومعناه سهل منبسط باسم مشرق. والبسمة أيها الإخوة صفة ملازمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم، كلما نظرتم في وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبسم في وجوهكم. وكان جل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، فإذا تبسم يفتر عن مثل حب الغمام. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون قدوة في تحقيق هذا الجمال الإنساني، بل إنه دعا الآخرين إليه وحث عليه وجعله من أعمال البر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. والحديث ليس حثا على أن يكون المؤمن إلفا مألوفا فحسب، بل فيه أيضا التنفير من ضده. فتبسموا أيها الصائمون، يرحمني ويرحمكم الله. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أترككم برعاية الله تعالى وحفظه، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للصائمين موائد في شهرهم، تزكو بخلق ينتهي لنبيهم، من نبعه غرفوا مكارم جمة، تسمو بهم نحو الرضا من ربهم.